مصدر داخل الجهاز الفني لنادي سيراميكا قال في 3 قرارات في سيراميكا تم اتخاذهم بخصوص القندوسي. 1، أن يتواجد في مباراة النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا، وده أهم جزئية شدد عليها الكابتن أيمن، ومن ساعة ما انضم من بعد ما رجع من منتخب الجزائر القندوسي، وده تركيز كابتن أيمن الرمادي أن القندوسي يكون جاهز للمشاركة في المباراة. القرار الثاني، تم إبلاغ اللاعب بالابتعاد تماما عن السوشيال ميديا وعدم التعامل معها تماما طوال فترة البطولة. وثالث حاجة، أن النادي وضع اللاعب ضمن قائمة اللاعبين اللي بيرغب في التعاقد معها بشكل نهائي، وزي ما كان امبارح الكابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا معانا امبارح في الهدف، واتكلم على هذا الموضوع، قال ان من ضمن تفكيرنا واولوياتنا في الفتره القادمه هو ان القندوسي يكون لاعبا في نادي سيراميكا بشكل نهائي بعد ما النادي الاهلي قام بعرضه للبيع.